آخر شي قالت لهاك هذا المسدس، خلوه ضربها بي، رماها بي. قالت ليش ترمي المسدس؟ رماها، سمعنا صوت الطلقة. من كربلاء رجل يعمل منتسب، عنده زوجة وثلاث أطفال. حسب رواية الأبناء أنه كان يعنفهم باستمرار، جاي خالهم شقيق الأم لإعطاء شقيقته حصتها من الميراث حسب ما تحدثوا. صارت مشكلة بينها وبين زوجها على هذا الموضوع، خرج شقيقها قام بالبحث عن سلاحها وقتلها، وكانت الزوجة هي يعني الظاهر مخفية هذا السلاح حتى لا يكون هنالك مشاكل في البيت. أصر أنه يأخذ هذا المسدس وبالفعل أطلق رصاصة في قلبها، وكانوا الأطفال يعني هاي النتيجة أنه هما الضحية بالنهاية. تحدثوا أيضا الأطفال أنه هما تعرضوا إلى العنف من هذا الأب. إذا إحنا نحتاج إلى قانون حماية الأطفال من آبائهم. إذا أب مجرم بهذه الطريقة فأكيد هنالك قوانين ممكن تحاسبه وتضع خلف القضبان وتحمي الأبناء وتحمي الزوجة من كل هذه المشكلات اللي ممكن تحدث الأسرية. إذا مراسلنا وليد الصالحي في كربلاء أعد لنا هذا اللقاء مع عائلة الضحية، يعني والدتها وأبنائها. خلينا نشوف. نعم، لوكيشن جديد من محافظة كربلاء. أب يقوم بتعنيف أطفاله، تعنيف شديد، وبعد تعنيف أطفاله قام بقتل والدة أطفاله وهي زوجته. حقيقة يعني هذه الجريمة حدثت في منطقة العسكري في مدينة كربلاء. راح أخلي والدة الضحية تتحدث وأيضا الأطفال يتحدثون وهم يعني أمام أعينهم حدثت الجريمة. بقى بحياتك يا أمه. الواقع وليدي. ما احكي لي شلون صارت الجريمه، شلون قتل بنتك زوجها؟ قتلها لين راح اخوها عليها، قالها ليش اهلك يطبون عليك؟ قالت له اخوي باع البيت ويريد جاب لي الورث واجى على هاي، وقال لها لا ما مشيتي على خشمي اعطيني المسدس. ضربها اول مره قدام اخوها، وبعدين طلع اخوها اخذ المسدس ورماه. اي وين ضربها؟ ضربها بقلبها. اي طيب اكو مشاكل سابقه بيناتهم؟ مشاكل من بدايتها، مشاكل عنف وضرب ويانا. اي لان تجينا هي مثلا تقول لي اريد اروح لالي. شنو تردون انتم كاهل الضحيه؟ احنا نريد حقنا من عنده، القانون يطلع لنا حقنا من عنده. يعني ليش يتم له اربع جهال؟ شنو ذنبهم ذولا؟ هو هسه بالسجن؟ بالسجن. زين اكو تسويف بالقضيه؟ ما اعرف، كل شيء ما سمعنا، اخذوا لي اليوم، كل شيء ما افتهمنا عن القضية، كل شيء ما افتهمنا، حتى طلعوا كشف دلالة بدون لا تصوير ولا نشر ولا كل شيء. طبعا هنا ابن الضحية اسمك؟ احمد. احمد احكي لي شنو كنت تشوف، شو يصير بين ماما وبابا اثناء تواجدك بالبيت وياهم؟ يعني مثلا كانوا يتعاركون، من هاي من ماتت قبل لا تموت شروت كان اجى اخوي، ومثلا اجى عمي قبل لا تصير، كنت صغير هالقدي، ها كان عمي ظل يغلط علي. من رحت هناك العب ويا جهالهم. لا قدامك بابا ضرب ماما؟ اي. شلون ضربها؟ بالمسدس. انتو سويتوا من ضربها؟ انا شردت بيبيتي. شردت البيت جدك اهل امك؟ اي. طبعا خلي انتقل للبنت الكبيره للضحيه. شلونك عمو؟ البقاء بحياتك عمو. خليها بيدي، اريدك تحكي لي بتفصيل شنو صار وشنو اللي شفتيه اثناء الجريمه اللي حدثت وانقتلت امك. اول شيء طبعا هنا خالنا يعني من بعد شهرين ما شايف اخته. طبعا سلم علي وماكو اي شيء، سلم على خالي قعدوا، ها هي ماكو شيء. رحت انا اسوي شاي لخالي وامي، اجت امي للمطبخ على ما تاخذ الشاي، هو ضربها، قالها من ورا ما يطلع اخوك تطلعين وراه. قالت له ايه، قالت له ليش؟ هو غير جاي يعطيني حصتي من البيت، ما جاي على مود جاي يعطيني حصتي من البيت. هو سكت، قالها بس يطلع اخوك تلمين ملابسك. ورا خمس دقائق خالي طلع،
كان شنو اخذ قدت حتهم هي ضربها الا تلمين ملابسك. قها انا رايح وراجع، راح الام ودت جنازي الها واجا ضربها، قالها هسه تقومي تلمين ملابسك، ما قامت. قامت اخر شي لمت ملابسها، لمتهن خلتهم بالصاله. قام يصيح اخر شي اريد مسدسي، مسدسي اريده هسه. قالت له ما ادري بالمسدس وين، نفش البيت يعني طيح حتى الافراشات ما لقاه. اخر شي قالت له هاك هذا المسدس، خلوه ضربها بي، رماها بي. قالت له شتري من المسدس وماها سمعنا صوت الطلقه. انت بالك كبرت يعني تفهمين اكيد، شو سويتي اثناء ما ضربها؟ طاحت قبل، ما حاولتي اثناء الشجار بيناتهم انه هو بس اخذها قبل رماها يعني بنفس اللحظه؟ ايه هي اصلا صوت ولا صاحت. شو تناشدين عبر برنامج لوكيشن؟ ما ادري شو يسووا له، اريده يعذبونه نفس ما عذبنا. كان يعذبكم؟ ايه اكيد، حتى ضرب يضربنا على مود اخوانه، على مود اي سبب. والدك هسه هو ما تردي تي؟ لا ما اريد، لان هو كان حتى يكرهني، حتى مدرسه بطلني. ما اريده، ما احبه. وريتهم وصلوا رساله انه يعذبونا نفس ما عذبنا، ويعذبون حتى اخوانه، لان هم هم كانوا يضربونا، خاصة كرار وعباس، بينما حتى كان يجينا عم عمار اشكيله على كل شيء. ما يحاكي، يعني حاكي يتمادى عليه. ما ماكو ما يستوعب اي كلام.